حبايب قلبي طلاب بربهم في كل مكان، اهلا بكم. معكم مستر محمد سحيل، واللي هنقوم النهارده بشرح حلقه جديده من منهج بريب 1. حلقه النهارده بتتكلم على square root of a perfect square rational number. درس النهارده حبايبي درس سهل جدا جدا جدا. يعني ايه square root؟ العلامه دي كده، العلامه دي كده اللي موجوده عندك في الكالكوليتر اهي، تعال نشوفها. اللي هي العلامه دي اللي جنب الفراكشن دي اسمها سكوير روت. طب ايه معنى السكوير روت ده يا مستر؟ بص يا حبيبي، هو كل الحكايه ان الارقام اللي هي بتتكون عن طريق الرقم تايم اتسلف بيديك رقم معين ينفع تاخد له سكوير روت. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك واحده واحده بالراحه خالص. انت عندك 1 باي 1، ده الاجابه بتاعتك بتديك 1 صح؟ اللي بعد الناتج ده اسمه 1، ال 1 ليه سكوير روت. يعني ينفع اخد سكوير روت لل 1 يدينا اجابه، والاجابه هنا هتبقى ب 1. طب كمان اكزامبل، لما انا اجي اقول 2 باي 2 الاجابه بتاعتك هتديك 4. شايف انت ال 4 بقى؟ ال 4 دي تحديدا لما تيجي تاخد لها السكوير روت هتديك الاجابه هنا بتاعتك 2. طب كمان اكزامبل، لما كان معاك 3 باي 3 ايكوالز 9، ال 9 دي ينفع تاخد لها سكوير روت وتديك اجابه سكوير روت لل 9 ايكوال 3. طب لو انا جيت قلت 4 باي 4 الاجابه بتاعتك هتبقى 16، ال 16 دي تحديدا ينفع اخد لها روت والاجابه بتاعتك تديك 4. 5 باي 5 هلاقي الاجابه ب 25، هلاقي ان ال 25 دي ينفع اخد لها سكوير روت فالاجابه هتدينا 5. 6 باي 6 الاجابه بتاعتك هتديك 36، يبقى انا اقدر اخد ال 36 دي واخد لها روت، سكوير روت لل 36 هتدينا 6. 7 باي 7 الإجابة بتاعتك هتديك 49، يبقى أنا أقدر آخد الروت لل 49 هيدينا 7. 8 باي 8 هلاقي الإجابة 64، يبقى أنا أقدر آخد ال 64 دي آخد لها الروت فالإجابة هنا بتاعتك هتديك 8. ثم 9 باي 9 الإجابة بتاعتك 81، وأنا أقدر آخد الروت لل 81 فالإجابة هتدينا 9. ثم برضو 10 باي 10 الإجابة بتاعتي هتدينا 100، يبقى أنا أقدر آخد الروت لل 100 والإجابة بتاعتك هتديك 10 وهكذا. لكن مثلا لو جبت رقم وليكن اسمه 24، هل ال 24 ده هل هو عبارة عن رقم باي نفس الرقم؟ يعني هل هو 1 باي 1، 2 باي 2، 3 باي 3، 4 باي 4، 5 باي 5، 6 باي 6 وهكذا؟ لا. اذا ال 24 ده مش هيديك ريزلت معين على طول. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، في قاعدة عندك بتقول لك ايه؟ ان ذا سكوير روت اوف الاكس، بحيث ان الاكس ده رقم معين ومعمول عليها باور 2 كده. في قاعده بتقول لك انك لما تقابل السكوير روت بالاضافه الى الباور 2 بيتحول لحاجه اسمها ابسوليوت، يبقى هنا ابسوليوت اوف اكس. ووظيفه الابسوليوت ان لو كان في رقم بداخل الاكس بالنيجاتيف بيتحول بالبوزيتيف. هو كده كده مفيش حاجه خلاص، يبقى الاجابه هنا اكس. طب اكزامبل، هنشوف دلوقتي كل الاكزامبلز. هنا الاسئله اللي قدامي دي حبايبي عايزين نحلها، طبعا انا عايز احلها بمخي الاول وبعد كده نبقى نشوف الموضوع الكالكوليتر بعدين. طبعا سكوير روت لل 36 طبعا ب 6، لان 6 باي 6 ايكوال 36، يبقى السكوير روت بتاع 36 ايكوال 6. طيب دي لسه قايلينها ان الباور 2 مع السكوير روت بيتحول لحاجه اسمها ابسوليوت فاليو للي ما بداخل الباور، اللي هو نيجاتيف 2 اوفر 7 بهذا الشكل. وقلنا ان وظيفه الابسوليوت بتشيل لك النيجاتيف دي خالص، وبالتالي يبقى الاجابه هنا 2 اوفر 7. المفروض انه 16 بلس 9 اصلا، ادي السكوير روت زي ما هو اهو، 16 بلس 9 اصلا يا حبيبي ب 25. فانا لما اجي اقول لك هات لي روت 25 سهله جدا، الاجابه 5، عشان يبقى 5 باي 5 25، يبقى سكوير روت لل 25 از 5. لما يديك سكوير روت يا حبيبي موجود على الفراكشن، السكوير روت ده بيتوزع من فوق ومن تحت. يعني ايه؟ يعني اولا النيجاتيف دي زي ما هي ماليش دعوه بيها، السكوير روت بتاع الفراكشن ده هيتوزع، يبقى سكوير روت لل 16 من فوق وسكوير روت لل 25 من تحت بهذا الشكل. طبعا ادي النيجاتيف اهي زي ما هي، والمفروض ان روت 16 دي اصلا ب 4، عشان يبقى 4 باي 4 ب 16، وروت 25 دي اصلا ب 5. اذا دي الاجابه نيجاتيف 4 اوفر ال 5. الجزء اللي بعده، ادي النيجاتيف بتاعتنا يا مستر ماليش دعوه بيها، المفروض ادي السكوير بتاعي يا مستر برضو.
المفروض بقى يا حبيبي انت 0.25 دي اصلا عباره عن 25 اوفر ال 100 يا بابا، واصبح ان ده برضه هيتوزع. ادي النيجاتيف اهي برضه اللي بره ماليش دعوه بيها، السكوير روت هيجي على ال 25 مره والسكوير روت هيجي على ال 100 مره بهذا الشكل. يبقى ادي النيجاتيف برضه ماليش دعوه بيها، سكوير روت لل 25 ب 5 وسكوير روت لل 100 ب 10 بهذا الشكل. والمفروض اصلا ان 5 اوفر 10 بهاف، يعني الاجابه هنا نيجاتيف هاف. خلي بالك في نقطة مهمة جدا جدا، لو انت معاك سكوير روت ل 25 مالتبلاي 36 اوكي، ولو معاك سكوير روت لفراكشن اسمه 25 اوفر 36، انا بحط ارقام معينة. السكوير روت يا حبيبي اللي انا عايز اوضحه لك ان هو ينفع توزعه في حالة الملتبلاي والديفايد بس، يعني هيبقى سكوير روت لل 25 بهذا الشكل ملتبلاي سكوير روت لل 36 بهذا الشكل، وفي حالة الديفايد او في حالة الاوفر بيتوزع برضه، يصبح سكوير روت لل 25 بهذا الشكل وسكوير روت لل 36 بهذا الشكل. طبعا هنا يبقى 5 وهنا يبقى 6، اما هنا هيبقى 5 ملتبلاي 6 يبقى الاجابة هنا ب 30. انما اللي انا عايز اقوله ان ما ينفعش اوزع السكوير روت في حاله البلس والماينس، يعني سكوير روت لل 25 بلس ال 36 ما ينفعش اطلاقا ان واحد يجي يقول لي ان انا سكوير روت لل 25 بلس السكوير روت بتاع ال 36، دي في الماس غلط خالص سواء بلس او ماينس. بعدها للمره المليون، السكوير روت ما بيتوزعش في حاله البلس والماينس، بيتوزع في حاله الملتبلاي والديفايد بس. الناس كلها وضحت لها النقطه دي مهمه قوي. طيب السؤال اللي بعده هنا حبايبي، لما انا اجي اشتغل على السؤال اللي بعده هنعمل ماينس عادي خالص، ادي السكوير روت اهو زي ما هو ما توزعش ولا حاجه، و100 ماينس 36 الاجابه بتاعتي ب 64، يعني انا عايز روت لل 64 خلاص، روت 64 ب 8 عشان يبقى 8 باي 8 ايكوال 64. تعالوا نشوف يا حبايبي الاسئله اللي هناك دي، انا همسح كل ده كده عشان نركز على الثلاث اسئله الاخر. اول سؤال هنا بيقول لك ايه يا حبيبي؟ بيقول لك انا عايز بوزيتيف اور نيجاتيف، حاططها لك في الاول كده، ذا سكوير روت اوف 2 اند 1 اوفر ال 4 بهذا الشكل. طيب اول حاجه يا حبيبي بوزيتيف اور نيجاتيف نزلت ماليش دعوه بيها، نزلتها زي ما هي وخلاص. طيب الميكسد نمبر ده يا بابا كان بيتفك ازاي بالكالكوليتر؟ كنا بنعمل منها باي ومنها بلس، او بيتفك ازاي بمخي؟ هنا باي وهنا بلس، وادي السكوير روت اهو، وبنثبت الدينومينيتور اللي هو الفور، وفور باي 2 ايكوال 8 بلس 1 يبقى 9 بهذا الشكل. طبعا ده يا حبايبي فراكشن، طبيعي ان السكوير روت بيتوزع على الفراكشن، بيتوزع من فوق بيتوزع من تحت، وبالتالي ادي البوزيتيف اور نيجاتيف اللي هي اصلا موجوده ماليش دعوه بيها، هيتوزع من فوق يبقى روت 9 وهيتوزع من تحت يبقى روت 4، يبقى الاجابه هنا بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت لل 9 ب 3 وسكوير روت لل 4 ب 2 بهذا الشكل. يبقى دي كده ساعتها الاجابه. طب السؤال اللي بعده، انا معايا بوزيتيف اور نيجاتيف ذا سكوير روت اوف 3.6 اوفر 10 بهذا الشكل. المفروض ده بيتوزع ازاي؟ المفروض يا حبايبي دلوقتي ممكن ان دي اصلا يبقى ليها اجابه، يعني قبل ما انت توزع من فوق ومن تحت، يعني لو وزعت فوق يبقى سكوير روت لل 3.6 هتبقى رخمه شويه. فدي بالظبط اكنك بقول لك 3.6 ديفايدد 10، فديفايدد 10 يعني الديسيمال بوينت بتروح ناحيه الشمال، بتتحرك ناحيه الشمال. فالمفروض هنا سكوير روت لمين؟ ل 0.36. حتى انت لو جيت عملت 3.6 ديفايدد 10 هتديك الديسيمال ده. وطبعا الديسيمال ده هو عباره عن 36 اوفر ال 100. فاصبح معانا ينفع اوزعها فوق وتحت بقى يدينا اجابه بمنتهى السهوله، لان سكوير روت لل 36 وسكوير روت لل 100 بيبقى ليهم اجابه، ادي بوزيتيف اور نيجاتيف زي ما هي، وسكوير روت لل 36 ب 6 وسكوير روت لل 100 ب 10. ولكن خلي بالك 6 اوفر 10 دي اصلا لها سمبلست فورم، ممكن نعملها ديفايدد 2 ديفايدد 2، يبقى الاجابه هتديني ايه في الاخر؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 3 اوفر 5، دي ساعتها الاجابه. ماشي، همسح الكلام ده يا حبايبي عشان السؤال الاخير ده عايز اشرح عليه شويه حاجات، عايز اشرح عليه شويه حاجات قبل ما انا اتكلم على السؤال بتاع نمبر 9 ده. حبايبي نركز كلنا في اللي انا هقوله. لما بيجي لك يا حبيبي حاجه اسمها سكوير روت للاكس باور 2، انا عايز اعرف هي ايكوال كام على طول. اولا في قاعده بتقول لك
في قاعده بتقول لك انه بلاش باور 2، هندي اكزامبل كمان شويه. تقول لي لو الاكس دي باور ان، بحيث ان هي بتبقى رقم معين، السكوير روت ده دايما دايما بيبقى فيه رقم هنا اسمه 2 بس بيبقى مستخبي. مش فاكر لما كنت بقول لك مثلا اكس، مش اكس دي اصلا اكس معناها اكس باور 1؟ اه، بس ال 1 ما بيتكتبش، بيبقى فيه هنا 1 مستخبي. هنا برضو في حاله السكوير روت بيبقى فيه رقم اسمه 2 مستخبي، في رقم هنا اسمه 2 يا مستر مستخبي هنا كده. طب وبعدين في قاعده بتقول لك انه لو انا عايز ده بشكل على طول، عباره عن ايه على طول بدون السكوير روت يعني، او عايز اتخلص من السكوير روت، فبثبت السامبل بتاعي وبعمل الرقم الباور اللي على الاكس ده ديفايدد التو، يعني بعمل ان ديفايدد التو بهذا الشكل. طيب مش فاهم يا مستر، ممكن اكزامبل؟ اكزامبل يا حبيب قلبي. بيقول لك ايه؟ بيقول لي انا عايز السكوير روت بتاع الاكس باور 2، عايز اعرف الاجابه هنا بكام. طيب كل الحكايه ان انا بعمل ايه هنا؟ كل الحكايه يا مستر ان انا هثبت الاكس بتاعتي ايه، ثم الباور ده ديفايدد اللي هنا، وهنا في قلنا في رقم اسمه 2 مستخبي، يبقى بعمل 2 ديفايدد 2، اللي جوه ديفايدد اللي بره، وبالتالي 2 ديفايدد 2 ايكوال 1، يبقى الاجابه هنا اكس باور 1 للاكس. كمان اكزامبل، لو انا مديك سكوير روت للاكس باور 3، برضو هنثبت الاكس الباور اللي جوه اللي هو 3 ديفايدد اللي بره اللي هو اصلا فيه 2 مستخبيه، و3 اوفر 2 اللي هي اكس تو ذا باور 3 اوفر 2 بهذا الشكل. طب كمان اكزامبل، لو قلت لك سكوير روت للاكس باور 6 مثلا، برضو هنثبت الاكس بتاعتي اللي جوه هنا 6 ديفايدد اللي بره جوه ب 6 ديفايدد ال 2 اهي بهذا الشكل، وبالتالي 6 ديفايدد 2 هتبقى اكس باور 3. كمان اخر واحد عشان نكون فهمنا خلاص، لو انا مديك اكس او روت اكس باور 8 بهذا الشكل وعايز اعرف هي بكام على طول، فبعمل اللي جوه ديفايدد اللي بره، اللي بره فيه هنا 2 مستخبيه بس هي المفروض ما كانتش مكتوبه يعني، فبثبت الاكس وبعمل اللي جوه اللي هو ال 8 ده ديفايدد اللي بره اللي هو ال 2، وبالتالي الاجابه هتبقى 2 8 ديفايدد 2 ايكوالز 4، يبقى الاجابه هنا اكس باور 4. اتفقنا حبايب قلبي؟ طيب نرجع لسؤالنا، السؤال الاخير ده، المفروض ان انت معاك سكوير روت في فراكشن هنا اسمه 36 اي باور 8، وفي من تحت حاجه اسمها 49 دي باور 4 بهذا الشكل. المفروض يا حبايبي انه السكوير روت ده قلنا بيتوزع من فوق ومن تحت عادي خالص، ازاي؟ خلي بالك، ويبقى the square root of 36 ل A باور 8 ومن تحت square root لل 49 دي باور 4. وانا قلت قبل كده على فكره، قلت انه ما دام الاثنين دول لازقين في بعض يبقى في ما بينهم علامه ملتبلاي مستخبيه، وما دام ملتبلاي يبقى السكوير روت بيتوزع عليهم، يعني يبقى سكوير روت لل 36 ملتبلاي سكوير روت لل A باور 8 يا حبايبي بهذا الشكل. طيب ومن تحت نفس الموضوع، سكوير روت لل 49 ملتبلاي سكوير روت لل D باور 4. طب وبعدين يا مستر؟ حبيبي سكوير روت لل 36 دي سهله جدا ب 6 ملتبلاي، هنا بقى هنثبت الاي اللي هو السيمبل، ما هو مش كل مره يا حبيبي يبقى اكس، عادي ان انا اغير السيمبل، ايه المشكله في كده يعني؟ وهعمل الباور اللي جوه ديفايدد اللي بره، اللي بره هنا فيه 2 مستخبيه هنا، يعني بعمل 8 ديفايدد 2 اهو 8 ديفايدد 2، ومن تحت فوق روت 49 ب 7 ملتبلاي، هنا طبعا في 2 مستخبيه برضو 4 ديفايدد 2، يعني هنا دي تو ذا باور 4 ديفايدد 2. طيب يبقى هنا من فوق 6 ملتبلاي ايه، يبقى الاي على طول تلزق جنبها كده، و8 ديفايدد 2 ايكوال 4، يبقى الاجابه هنا ايه باور 4، ومن تحت 7 ودي تلزق جنبها على طول كده، و4 ديفايدد 2 ايكوال 2، يبقى دي ساعتها السامبلست فورم النهائيه بتاعتي اللي هو البوكس ده. اوكي الجزء اللي بعد كده حبايبي مديني برضو اسئله من النوع ده، غالبا الاسئله دي ما بتجيش يا حبايبي ستيبس في الامتحان، يعني السؤال اللي قدامك ده بيجي لك على ايد كالكوليتر، طبعا هو علامه الكالكوليتر قدامك اهي، يعني انت دلوقتي معاك فراكشن اسمه نيجاتيف 2 اوفر 7، الموضوع ده ملتبلاي سكوير روت لمين؟ ادي فراكشن جوه السكوير روت اسمه 49 اوفر 4، اوكي الكلام ده كده ملتبلاي، ادي البراكت اللي هو فيه فراكشن اسمه 2 اوفر 7، وبعد كده لا خلي بالك
لازم اجيب السهم كده اطلع بره الروت خالص. خلي بالك عشان الحاجه دي ما تخشش جوه السكوير روت. خلاص هلاقي السكوير ده ما بيطولش، خلاص يبقى انا كده خرجت بره. وبعد كده ادي الفراكشن اللي هو اسمه 2 اوفر ال 7، وهنيجي هنا كده بالسهم نعمل تو ذا باور 2 نقول له ايكولز، ادينا الاجابه. طب خلي بالك انا مش عايز الاجابه بالكالكوليتر، انا عايز اشتغل بمخي يا مستر معلش. يعني هو قبل اختراع الكالكوليتر السؤال ده كان بيتحل ازاي؟ تعال نشوف. طبعا دي زي ما هي بدون ادنى مشكله. طبعا حضرتك قلت لي ان الكلام ده مالتبلاي، حضرتك قلت لي ان السكوير روت بيتوزع سكوير روت لل 49 وسكوير روت لل 4 مالتبلاي. حضرتك قلت لي يا مستر ان البار ده بيتوزع فوق وتحت، يبقى هنا هتبقى 2 باور 2 ومن تحت هتبقى 7 باور 2. طيب يبقى نيجاتيف 2 اوفر 7 هي مستر مالتبلاي روت 47 الاجابه بتاع، او روت 49 الاجابه بتاعتي ب 7، وروت 4 الاجابه بتاعتي هتبقى ب 2. مالتبلاي مين بقى؟ هو 2 باور 2 اصلا بكام؟ ب 4، و7 باور 2 بكام؟ ب 49. طب ما انا هلاقي يا مستر حضرتك علمتني زمان انه ال 7 هتروح مع ال 7 عشان هم قصاد بعض من المالتبلاي يبقى مكانهم 1، وال 2 هتروح مع ال 2 عشان هم برضه قصاد بعض هيطلع مكانهم 1، هيبقى لي هنا نيجاتيف اللي هو نيجاتيف 1، فنيجاتيف مع ال 4 يبقى نيجاتيف 4، وال 49 اللي من تحت يبقى ديك ساعتها الاجابه النهائيه بتاعتي. اتفقنا يا حبايبي؟ بنفس الموضوع ده بقى نقدر نعمله بستيب عاديه خالص، ونفس الموضوع ده برضه بستيب نفس دي عاديه خالص، بس انا بصفه عامه زي ما بقول لكم ده بيجي معظمه باستخدام الكالكوليتر. طيب نيجي بقى الاسئله دي كده يا حبايبي ونركز مع بعض فيها كويس قوي. بيقول لي مالتبليكيتيف انفرس بتاع الحاجه اللي قدامك دي بايه؟ المفروض انه السكوير روت ده حبايبي قلنا قبل كده 100 مره ان هو بيتوزع، وبرضه ممكن تعمله كله على بعض بالكالكوليتر. يعني هو خلي بالك انا لو احله بمخي هحله سريعا اصلا، السكوير روت لل 4 يبقى ب 2، وسكوير روت ل 25 يبقى ب 5، يبقى دي اصلا اجابتها 2 اوفر 5. طيب ادي سكوير روت اهو، بتاكد ان 4 اوفر ال 25 ايكوالز ب 2 اوفر 5. اذا هي مش دي الاجابه، هو الشكل ده بيكافئ او بيعبر عن 2 اوفر 5، انما انا عايز مين؟ انا بقول لك هات لي المالتبليكيتيف انفرس بتاع اللون الاحمر او بتاع، لان دي بتكافئ دي، انا لسه ما حلتش، انا عايز بقى المالتبليكيتيف انفرس بتاعها. فبدل ما كانت 2 اوفر 5 هتبقى 5 اوفر 2. بس كده. نفس الموضوع ونفس السؤال ونفس السيستم، 0.49 دي عباره عن 49 اوفر 100، فلما اخد روت لل 49 هتبقى ب 7، ولما اخد روت لل 100 هتبقى ب 10، يبقى دي اصلا بتعبر عن 7 اوفر 10. فانا عايز بقى مالتبليكيتيف انفرس بتاع 7 اوفر 10، هتبقى 10 اوفر 7، دي الاجابه. الجزء اللي بعده هنا برضو يا حبايبي، لو احنا قابلنا حاجه رخمه جوه الروت استخدم الكالكوليتر فيها عشان تعرف هي بكام. يبقى ادي سكوير روت لمين؟ ادي 10 اوفر ال 2.5 ايكوالز ايه؟ 2. خلي بالك برضو هرجع اقول لك ان مش دي الاجابه، هو المنظر ده بيكافئ ده، لكن انا عايز المالتبليكيتيف انفرس بتاع ال 2 اللي هو اصلا 2 اوفر 1، فلما شالبها هتبقى 1 اوفر 2. طيب الجزء اللي بعده برضه سكوير روت لل 9 هتبقى ب 3، وسكوير روت لل 16 هتبقى 4، يبقى دي اصلا نيجاتيف 3 اوفر 4. انا بقى عاوز الاديتيف انفرس بتاع ده، واديتيف انفرس قلنا بنغير الساين فقط، يعني دي نيجاتيف 3 اوفر 4 هتبقى 3 اوفر 4 بهذا الشكل بدون ادنى مشاكل معايا. طيب ده كان درس بسيط جدا يا حبايبي خاص بالسكوير روت، درس بسيط قوي ما فيهوش ادنى قدر من المشكله شفناه مع بعض النهارده. اتمنى ان كل الناس تكون فهمت الدرس كويس جدا، وان شاء الله تابعونا بقى في الحلقات الجايه عشان نخش على solving equations وبعدها solving inequality. كل التوفيق لكم يا حبايبي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.